بوقتها المعدل مالتي طلع بالسبعين، القبول مالتي طلع موصل علوم موصل. ذيك الفترة كانت الأوضاع كلش تعبانة يعني، فاضطريت أنه أدخل كلية أهلية. هو أنا أقول لك الخلل أنه مو بالكلية الأهلية أو الحكومية نفسها، بس الطالب مثلا هو امتحن سادس بكالوريا، وتعرف موضوع البكالوريا حظ كان سقراية وهاي، فعنده اختصاص معين يريده مثلا، فالحكومي متحدد بمعدلات خاصة. يعني مثلا أنت أريد طبية، أنا ما أقدر أروح إذا مطلع معدل 90. إحنا الناس كلها الدواء شهادة، ما الدواء كفاءة، فلذلك أهل الفلوس شافوا أحسن استثمار أنه يجون يفتحون كليات أهلية، فصرنا إحنا محط لهذول الناس. هاي من جهة. من جهة ثانية إحنا شبابنا أحسن ما يبقون بالشوارع، أوسه ضعف القانون، ضعف السيطرة حتى من الأهالي، وجود التكنولوجيا اللي توصل لكل فرد بداخل غرفته بداخل سرة، خلته يوصل إلى مكانات ما مسموحت له يعني، أو ما مو من الصالح الوطني ولا الاجتماعي انه يكون، لا يكون انه ينخرط بهيك مجالات، فحتى لا ينخرط بها اقل هاي التي بمجالات استوعبتها الكليات. اتجه للاهلي ادفع يعني الاقساط السنويه واروح اهلي بالاختصاص اللي اريده، لانه متوفره معدلات ادنى. هذا شيء. شيء ثاني تكون اسهل بالتعامل بالهاي من الحكومي، لانه تبقى يعني الأهلي هو من اسم أهلي بعد بمجال. الآن بانفتاح الكليات الأهلية يصح أنه أصبح تطور أكثر بلد يعني بشهادات، لكن ما المقابل لهذه الشهادات؟ أنه تعيين ماكو، رصانة علمية ماكو، تغيب الشيء الرقابي، المعيار الثقافي المعرفي.